صباح الخير من جديد لكل حدا انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي لهيدا اليوم على قناة أوغريت وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دائما ختامها بيثق بالإضاءة على موهبة موجودة ضمن محافظة اللاذقية. دائما شباب الموجود بمدينة أو محافظة اللاذقية عنده العديد من المواهب بالإضافة للمجال الأكاديمي. اليوم بصباحنا لهيدا اليوم رح نتعرف على موهبة جديدة بمجال الرسم قدرت تتحول شغفها وطموحها لا خليني اقول مصدر دخل. رح نتعرف اكثر على الشابه هبه طويل. يسعد صباحك. صباح الورد. اهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح الورد. بدايه تعرفينا عن حالك اكثر وعن موهبتك. انا هبه عمري 23 سنه برسم من الصغر يعني. عندك هوايه الرسم من كنت صغير؟ امتى بلشت تصير خلينا نقول موهبه وتشتغلي عليها؟ بلشت تقريبا بال 14 سنة اشتغل على الموضوع اكثر وصرت انه اشتغل على انه حبيت تشتغلي اكثر. شو نوع اول شيء بدنا نتشكرك لانك قلتي لنا عمرك. بالعاده السيدات ما بيحبوا يقولوا عمرهم. هاي شغله كثير منيحه يعني هي شجاعه خليني اقول. شو انواع اكثر شكل اللوحات اللي بتحبي؟ شو اللي يعني المدرسه اللي بتحبي تشتغلي عليها؟ بحب اتجه للبورتريه دائما. لانه في اختلاف بالوجوه ولما انا احقق هذا انه جسد اختلاف في الوجه للشخص فبحس انه انا هون عم بثبت حالي وعم بثبت موهبتي. كثير حلو. وبتحبي الرصاص اكثر؟ هلا امبارح كان معنا صبيه بس صغيره كانت بتحب الرسم بالرصاص اكثر. هبه بتحبي الرصاص اكثر ام بتحبي تتجهي للالوان؟ هلا صراحه بحب اتجه لكل شيء بس لحالي انا بتجه للرصاص اكثر. بحسه انه في بيجذب اكثر وطلب عليه اكبر. كثير حلو. كثير حلو. دائما بتحبي ترسمي كل الوجوه؟ يعني بنلاحظ احيانا في وجوه مفضله اكثر، ممكن بتبين جماليه الرسمه اكثر، ممكن بيكون في لها حتى متابعين اكثر ان كان صور فنانين او وجوه مالوفه بالمجتمع. فنحكي عن هذا الموضوع واختيارك للوجوه كيف بيكون؟ هلا دائما لما بدي اشتغل بشيء بحب انه يكون هذا الشيء في تفاصيل ويكون مختلف، شكل الوجه مختلف عن شيء رسمته من قبل. طبعا احنا عم نشوف بعض من اللوحات اللي حضرتك رسمتيها هبه. يعني كثير في دقه. هلا هون في شخصيه ممثل انت هون مراسمه استاذ سامر اسماعيل. انا عم اقول يعني انا فاطن ما كثير شايفه. لا اوكي شفت هون تمام. طلعتينا فاطن يعني كثير طالع في شبه. هلا ما بعرف اكيد المشاهدين هم بدهم يقيموا قد ايه في درجه التشابه بس عائلي انا القطه مثل ما بيقولوا هون. هون الصورة الثانية أو اللوحة الثانية كمان ممثل ولكن كمان بمسلسل. أنا سيارة ما أنا سيارة. أنا عم بحضرهم للوحات. إنه النظارة. هلا أنا حضرت بشكل عام للأمانة من الشكل العام. وهون هون هون حبيت الصورة حسيت إنه فيها تفاؤل وهي الابتسامة إنه أعطت كثير تفاؤل وحلاوة للبنت فكثير لفتتني وحبيت أرسمها. تمام. في كثير دقة فظيعة فاتن صحيح وإيصال المشاعر حتى كثير عم يطلعوا صور الوجوه كثير قريبين قد ايه يعني انت راسمة القطة وراسمة الصبية بالنوتة كثير حلو يعني. هلا من عمر 14 انت عم ترسمي هبة ولا هلا برسم من الصغر بس اللي اهتميت كثير منيح بال 14 بال 14 وصار يعني كل شغفي هو الرسم. حلو تمام. حلو كثير. دراستك الأكاديمية بعيدة عن مجال الرسم؟ يعني ما درست ابدا ولا حتى تعلمت عند استاذ او معهد ولا شيء. هون اجتهاد شخصي كمان. انا باخذ 10 على 10 بالحذر تبع انت اليوم علاماتك تامه كلها تمام. قد ايه في صعوبه اللي نشوف هبه لحتى عم نطلع بهيدي الدقه بهيدا الاتقان؟ يعني قد ايه بتاخذ هيدي اللوحات منا شغل هبه؟ هلا ما كتير يعني في وقت يعني هي مثلا مثل هيك لوحات يعني تاخذ تقريبا 4 ساعات 5 ساعات بس قاعده متواصله وطبعا بتكون قمه السعاده ما بحس ابدا بالوقت يعني. تمام. حلو. هبه مثل ما قلتي يمكن هي اختيارك للوجوه المعروفه كمان نوعا ما بيحملك مسؤوليه انه هيدا الشخصيه لازم تنعرف هيدا الاسم ووجودها. التعليقات اللي بتكون موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا الحمد لله كله إيجابي. حلو. ودائما بشوف إنه بيعبروا لي دائما أي حدا بشوف اللوحات عندي بيعبروا لي عن سعادتهم وتشجيع كتير كبير الحمد لله. تمام.
يمكن هيدي من اصعب الرسمات اللي ممكن هي اكثر شيء اخذت معي وجوه التفاصيل الناس يعني كانت لاول مره برسم برسم تجاعيد وكثير اخذت معي وقت تماما. هبه مشاركاتك يعني حرام هيك هيك لوحات ما عم نشارك فيها، انت حولتيها لمصدر دخل. نحكي عن من خلال صفحه ترويج على الفيسبوك، كيف عملنا لهيدا المشروع؟ هبه تحكي لنا اكثر عن المشروع. هلا بلشت صراحه اول شيء كان في عندي تردد بهذا الموضوع، مثل ما قلتي انه هو مسؤوليه، مثل ما انا عم برسم شخص معروف انك انت تعطي اللوحه لحدا طلب منك رسمه، يعني فهي كثير المسؤوليه كبيره وانت هون عم تثبتي حالك تماما. فحبيت انه اتشجع وقوي حالي تماما، وكمان انه بستفاد نوعا ما ماديا، بس صراحه ما بيهمني الدخل المادي قدر ما بيهمني سعاده الشخص لما يشوف الصوره ورايه. تمام. عندك صفحه على الفيسبوك هبه يعني من خلالها عم بيتم ترويج لهيدي اللوحات. شاركتي بمعارض؟ لا لسه ما شاركتي، ما اخذتي هيدي الخطوه او ما حابه مأجلتيها شوي؟ لا ما اجلتها شوي. ممكن نشوف معرض خاص لهبه يعني ان شاء الله. تمام ان شاء الله. انا بشجعك للامانه كثير، هيدي اللوحات حلوه. هلا سالتك نادين عن فاتن. نادين ببالي. طبعا هون عم نشوف اللوحات بالوان قد ايه بتختلف هيدي، قد ايه بتتعذب اكثر يمكن لانه في اضاءه معينه في الوان معينه؟ هلا هي المتعه اكبر صراحه. بس بدها مجهود كتير كبير، وصراحة انه قليل ما ارسم بالالوان، ببعد عنها شوي مشان تكلفه تقريبا، يعني تكلفه الالوان يعني هي اصعب يعني. الرسم بالالوان اصعب من الرسم بالرصاص يعني. انا بحسه لانه انت بدك تعطي لون مناسب، لون البشره الصحيح، فبيختلف يعني غير انه رصاص. تمام. بياخذ وقت اكثر كمان اكيد. تمام حلو. مثل ما ذكرنا يمكن تفاصيل كثيرة بتكون موجودة بالوجه. هلأ عم نشوف ميسي هون، ممنوع الغلط نهائيا بالشخصيات اللي بتكون لاعبين رياضيين لأنه كارثة. خلينا نعرف أكثر كيف كانت التعليقات على هذه الصورة. من أكثر اللوحات اللي جاني عليها تعليقات ودخلوا بموضوع ميسي ورونالدو. يعني ما رسمتي رونالدو بعدها؟ لا والله انا بدي ازعل خلاص. لا بعدين. لا حكيت فاطمه وسالتك عن النقد، وهلا كنا عم نحكي كيف عم تجي التعليقات. بدنا نروح على الجهه الثانيه، الدعم، البيئه المحيطه، قد ايه دعمتك وقد ايه قدمتلك انه برافو هبه، في تعديلات لازم تعدليها ولكن هيك كثير حلو، قد ايه كان لهم اهميه ودور كبير هيدون الاشخاص؟ كثير كان لهم اهميه بحياتي، والصراحه كمان الانتقادات السلبيه كانت تقويني اكثر. يعني في كثير مثلا الناس يقولوا لي انه هبه انت مستحيل توصلي لمرحله الواقعيه هبه انه، فانا ابعد عن هذا الشيء وبدي اثبت لهذا الشخص نفسه انه انا رح اوصل وانا رح رح اوصل للواقعيه اللي بدي اياها. وصلت تحدي دمان. يمكن تحدي لنفسك اولا، تحدي للاشخاص اللي ممكن هن يكونوا يقللوا من خلينا نقول من قدراتنا او هيك، انه لا نحن قادرين طالما حابين الشيء اللي عم نعمله، انه قدامهم دائما نحب الشيء اللي عم نعمله ونآمن بحالنا قبل ما نسمع اي تعليق ان كان سلبي ولا ايجابي. يعني هو دائما يعني هو بيقولوا دائما اشتغل الاشياء اللي بتحبها لحتى تقضي وقتك بشكل ممتع اكثر، يعني دائما هذه النصيحه موجوده بكل الاوقات. فانت قد ايه بتحسي حالك باوقات عملك بتنسي كل هيدا القصص وبتحسي حالك انه خلص انا بدي طالع لوحه حلوه انا انبسط فيها اول شيء بعدين اسمع التعليق؟ هلا الرسم لما بقعد وارسم هذا الشيء بيعطيني كثير طاقه كبيره، يعني صدقا انا بنسى كل شيء حوالي لما بكون قاعده وعم برسم. طبعا يعني انا لما بكون عم بشتغل طبعا كثير بكون عم فكر انه شو بدهم يحكوا الناس، شو هو شيء هي التعليقات اللي رح تكون. تماما. مين اول حدا بتاخذي رايه؟ اول حدا ماما هي بتقول لك انه اوكي او طبعاً. لا في تعديلات بتعدليها، ممكن نعدل على صوره الوجوه أكيد. في حال كان في نوع من الغلط تحديدا برسمات يمكن الرصاص الابيض والاسود. اكيد في بيصير تعديل، يعني بيكون التعديل اصعب من الاساسي يمكن. يعني دائما عندي قانون انه ما في شيء ما بتصلح، شو ما بتصلح اكيد. الصعوبات اللي واجهناها هي بحكينا هلا مثلا عن غلاء اسعار الالوان، نحكي عن صعوبات ثانيه واجهتيها، يعني هون نحن عم نشوف فنانه ان شاء الله رح نشوفها
معروفه ورح توصل على العالميه، يعني كثير اللوحات شدتني، كثير فيها تفاصيل للامانه، يعني اكيد رح ننطر راي المشاهدين بالتعليقات، ولكن للامانه يعني كثير لوحات متقنه. شو الصعوبات اللي واجهتيها وكيف تجاوزناها يا هبه؟ هلا يعني الطموح والشغف عندي اقوى من كل الصعوبات اللي واجهتها، سواء كانت صحيه او حتى ماديه. فحاولت اعالج الموضوع بانه مثلا بالصعوبات الماديه اني الجا للخامات الاقل تكلفه مثل الرصاص مثلا. ومع الايام اذا الله راد ان شاء الله بدي امشي بموضوع الالوان اذا الله راد. وين حابه توصلي بهذا المشروع؟ طموحي بهذا المجال كثير كبير، يعني بطمح يكون لي اسم بهذا المجال. بحب انه اوصل للرسم بكل الخامات بطريقه واقعيه واحترافيه ان شاء الله. ممكن تجربي اشياء ثانيه غير البورتريه؟ جربتي؟ لا حاليا لا، عم اتجه لهذا الموضوع اني ارسم كل شيء. بتمنى لك التوفيق اكيد بكل شيء عم تعملي. تسلمي هبة، يعني يعطيكي الف عافيه، وكنتي عن جد بالفعل مسك الختام لحلقه اليوم. اكيد نتمنى لك التوفيق بكل الفن اللوحات القادمه خلينا نقول مشاريعك القادمه. اخيرا مين بدك تقولي شكرا؟ شكرا لاهلي ورفقاتي وخطيبي طبعا، لانه كل مره كنت احس انه انا حدا استاء، فهني كانوا دائما بجنبي وقووني على كل شيء. اكيد نحن كمان بدنا نضم صوتنا لصوتك ونتشكر كل اللي ذكرتي، يعني يعطيك الف عافيه يا هبه. الله يعافيك يا رب. نورتينا هبه، اهلا وسهلا فيكي ومفقة. الله يسلمك.